وليلى ما تنسي أيضا تشاركوا بإحياء بدر الشعيبي، شمة حمدان ومسلم، وذلك ضمن مهرجان دبي بيتس اللي من تنظيم دبي للسياحة. وتفاصيل في تراكينج ستوري نمبر 2. صراحة الجو الكراب كان مجنن، فعلوا معنا العالم. It was very nice. والهالليلة مسلم اختار مجموعة أغاني لعدة نجوم، فاسمعنا بصوت أغاني لهيفا وهبي، راغب علامة، حمائي، والكفوري، حسين الجسمي وغيرهم. هالأغاني حسيت العالم كلها بتعرفها، حفظيتها، فيها جو، فيها دق والرأس، فالعالم بحس بتحتاج لهيك شيء. ما جاي دراما، خلصنا من دراما كتير، مري علينا دراما وكورونا ومن ينصها، فالعالم خلص اجت لتنفس، فأردت غني هالأغاني اللي فيها جو. وإلى جانب هالأغاني، مسلم حب من خلال هالحفل يطلق عمل جديد. غنية اسمها هو بقلبي من كلمات محمد حيدر، وألحان وتوزيع حسام الصعبي. جربنا نعمل شيء جديد بالغنية، يعني الغنية أخذناها أفريكان ستايل. وحصريا من دون موسيقى سمعنا مقطع منها. أنت الحالة لا 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 اللي ما خلق مثله، أنت الغالة لا 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 اللي ما في بسحره، الليل والسماء ونجوم وقمر، ما غنوها لا 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 إلا لعيونه، المهم أنا بقلبه وبقلبه. وأثناء لقائنا مع مسلم، شمة حمدان طلت على المسرح وسط استقبال كبير من الجمهور. اليوم في دبي، في دبي بيتس مع دبي توريزم، ثانك يو انهم سووا الحفل الجميل هذا. انا ام سو هابي. فيستيفال هذا اكثر فيستيفال يناسبني انا، يعني ذس از ماي ستايل، فاليوم انا ابغي الجمهور يولعها وياي. وفعلا هذا اللي صار، والجمهور غنى مع شمة كل الاغاني اللي اختارت تقدمها. شمة مكملة بطرح الأغاني اللي تلاقي صدى عند الجمهور، فأغنيتها الأخيرة حبيب الروح اللي نزلتها من شهر شافها حوالي 1,000,000 على يوتيوب. حبيبي يا حبيب الروح، سكنت بداخلي مسموح، ولو خبيت وما أحكي ترى راعي الهوى مفضوح. الأغنية هاي نحن اشتغلنا عليها في less than a day. الأغنية كانت عندي كلماتها، فالأغنية تلحنت وتوزعت كل شيء في يوم واحد. فسبحان الله، مرات في أغاني أشتغل عليها فترة طويلة، وأنا من النوع اللي أبرد إذا مثلاً أغنية تمت أشتغل عليها يعني 1 week 2 weeks، أحس إنه خلاص برد. بس الأغنية هاي خلصناها ونزلت، وسبحان الله وصلت الناس والناس حبوها. أنا I was so happy with the result صراحة. وشمة مكملة بهالخطة وتستعد لتقديم عمل جديد. إن شاء الله في أغنية واحدة، أغنية شتوية بحت، بتنزل إن شاء الله in 2 weeks. كلمات وألحان تركي الشريف. الشخص هذا أنا توفقت معه، يعني حبيب رومانسي دامك معي. الشخص هذا سبحان الله في بيني وبينه كمستري، إنه دائما يوم ننزل شيء مع بعض لازم ينجح، وهوفلي إن شاء الله الناس يحبون اللون الجديد اللي بنزله. وشمة مش بس حاطة أمالها على هالأغنية، فهي تحضر لمشروع ثاني جدا متفائلة فيه. سأشتغل على شيء بيج وياس ياخذ من وقتي كثير، وإن شاء الله it's gonna be يعني released on May max. وفي نفس الوقت أنا أدرس، فهو كل الأوقات يعني أدرس تجارة إلكترونية، أي something يعني بعدها شيء يشبهني. أنا من ناحية ثانية غير الفن أحب الشيء هذا، فهو توصيات الوالد يعني ان انا ادرس واكمل دراستي. بتفكري لما انك عم تدرسي تجاره الكترونيه، بتفكري بمحل معين تعملي براند لك شيء خاصه
Yes, أنا I'm thinking of it, but not now. يعني أنا حين أشتغل على my career أكثر. أنا all my focus كله على my career. حتى أكثر من الدراسة, لأن أنا my career أحتاج أن أنا دائما أكون متواجدة, دائما أكون في حفلات, دائما أكون يعني أقدم الأفضل حق الجمهور. وهالأمنية تتشاركها مع بدر الشعيبي اللي ختمها الليلة. وقبل ما يطلع على المسرح نعرض له فيلم قصير اختصر انطلاقته الفنية. بعدها طل بدر وانطلق بتقديم أغاني. بتشوق أشوف الجمهور الإماراتي اللي متعود أنا في كل سنة أكون وياه, أغل شيء ماكسيموم حفلتين يعني. الحفلة كانت غير, لأن بدر قدم مجموعة من أغاني ألبوم الجديد النسخة الجديدة. تفاصيل ألبوم بدر الجديد بتتعرفون عليه بحلقتنا بكرة. أما الآن فبنعطيكم لمحة عن الأجواء اللي سواها سيلاوي واللي أيضا أحيا حفل ضمن مهرجان دبي بيتس. أول